ستارز بلاي سبورتس، الموطن الجديد للدوري الإيطالي. عشاق الكالتشيو، أهلا بكم من ملعب الدالارا. بولونيا يستقبل ميلان. كرة من بوش ملعوبة للأمام، اتجاه بيشر، ضغط من بالوتوري، يحاول لاعب بوش يتقدم للأمام، يلعب العرض، فرصة، هدف أول، هدف أول عن طريق سانسوني. هدف مبكر لبولونيا، أربك حسابات ميلان. كرة عالية عرضية بالرأس من ريبيتش. ركلة ملعوبة من فلورينزي، والتصدي من سكوروبسكي. محاولات ميلان متواصلة على حدود المنطقة، يحاول ريبيتش، ضغط من الدفاع، تعود من جديد بوبيجا، هدف التعادل، الروسونيري يعود. حاول لميلان ميسياس، مجهود فردي البديل في الشوط الثاني، يتقدم الأمام، ميسياس يلعب العرضية، خطيرة جدا، انطلاقة خلف الدفاع، رافائيل الياو، يحاول رافائيل الياو، بوبيجا، ركلة ركنية عالية داخل المنطقة، ابعاد من الدفاع، كالابريا، تصويبة بعيدة، جديد محاولات ميلان لحسم اللقاء، رافائيل الياو يمر الكرة، ابراهيم دياس، فرصة، فرصة، نهاية اللقاء، بولونيا هدف، ميلان هدف.